مجال ترحيب بحضراتكم. معايا في الاستوديو كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق والمحاضر الدولي. كابتن ناصر برحب بحضرتك كابتن. مرحبا بك يا فاروق ورحب بكل الساده المشاهدين. تحياتي ليك كابتن. يمكن شفنا كلنا الماتش امبارح، كلنا يمكن بالرغم من النادي الاهلي كان يعني مستحوذ على اللقاء، ولكن خسرنا هذه البطوله، البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي. كابتن يمكن بعض الناس او بعض او جمهور النادي الاهلي او احنا كلنا شفنا ان الجزء التحكيمي كان ليه عامل سلبي في عدم احراز هذه البطوله كابتن. تمام، انا بس قبل كابتن فاروق ما اتكلم على التحكيم واتكلم على الحاله التحكيميه اللي انا برصدها، خليني اقول بس حاجه مهمه جدا. احنا هنا مش عشان خاطر بنقول ان الاهلي بنبرر له ان الحكم كان سبب، تمام، عشان بس الناس ما تقولش ان احنا جينا النهارده ندافع ولا لا. احنا بنتكلم النهارده كابتن فاروق في نقاط في المباراه، هذه النقاط بنتكلم بشغل فني، مش بنقول اي كلام عشان خاطر الناس ما تقولش ده مثلا عباس جاي يدافع او كده. احنا عندنا اكتر من نقطه هنتكلم فيها. قبل كل الكلام ده كابتن فاروق في حاجه مهمه جدا. حضرتك كنت لعيب كبير جدا ونجم، اصعب شيء على اللاعب في الملعب انك انت تشعر او تحس انك انت ما انتش محمي، انك انت كلاعب ما انتش محمي، او ان الحكم مش موفر لك الحمايه الكافيه في المباراه. اصعب شيء على اللاعب انك انت تحس ان هيبقى ليك اخطاء مش هتاخدها، هيتحسب عليك حاجات مش موجوده. خلي بالك ده بيفقد اللعيب كتير جدا من التركيز، مش بس اللعيب كمان الجهاز الفني والاداري. لما انت في اول 5 6 دقائق كده انت بتحسها ولا بتكلم غلط؟ تمام. انت بتحس هل الدنيا ماشيه كويس، هل الامور ماشيه زي ما بتحس بهنا بتحس بهنا، انت كلاعب بتحس. ودوت اللي انا عاوز اقوله ان الجمهور كتير ما بياخدش باله. يعني في ناس كتير بتتفرج على المباراه ما بتاخدش بالها من الحاجات الصغيره ديت اللي هي ايه، احتساب مخالفات بشكل بمعايير بتختلف المعايير لما تيجي تحس من الناحيه الثانيه. عقوبات انضباطيه نفس الشيء. المهم اللي انا عاوز اقوله ان عندما تشعر انت كلاعب انك انت مش محمي ومش عندك الكفايه من الحكم، انت زي نفسك ما بتقدرش تأدي بالشكل الكويس. على سبيل المثال لما بتيجي انت النهارده بتاخد انذار في حاله، نفس الحاله للاعب الوداد ما بياخدهاش اذا النهارده لما باخد انذار في حاله هنقول صح انت كحكم، دي في البدايه بتخلي اللعيب ايه، يعني عايز اقول لك ايه، اولا لما بتروح تواجه ما اقدرش اواجه بشكل قوي لان بخاف اخد الانذار الثاني. تمام. اذا انت النهارده انك انت لما بتكتف اللاعب في البدايه خلي بالك ده بينعكس على ادائه في الملعب. ده بشكل عام عشان نقدر نقول بس طيب ايه. قبل ما تبتدي يا كابتن وتخش في الحالات اللي حضرتك محضره، يعني خليني اقول لك اختيار الحكم الجنبي لهذه المباراه، يعني بتشوفه انت من بدايته كان عامل ازاي؟ شوف انا 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 برضك في انا بسال سؤال. هو هل ما فيش في افريقيا غير بكاري جسامه هو الحكم رقم واحد بقى له 3 4 سنين ده اللي بيحكم على طول؟ مفيش حكام في الكره خالص موجودين؟ لا، يعني عايز اقول حاجه مهمه جدا. النهارده بتعين بكاري جسامه في مباراه الوداد وهو عنده مباراه المغرب بعدها باسبوع. السؤال هنا، طب هنفترض افتراض لو لا قدر الله امبارح حصلت حاجه في المباراه، مثلا حصل فيها حاجه، الحكم مثلا حسب حاجه على الوداد، حصلت مشكله مع اللاعبين داخل ميدان اللعب، هل من المقول انك انت توديه المباراه اللي هي اللي جايه، المباراه اللي هي فاصله ما بين كوتبار وما بين المغرب، ولا هتشيله من التعيين ولا تحط حكم تاني غيره؟ اذا لما تحط لاعب حكم في نهائي افريقي، خلي بالك النهائي الافريقي ده مش سهل، دي 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 بطوله لوحديها، وبعدين بيطلع من نهائي افريقي بيحكم للمغرب وكوت ديفوار. طبعا الموضوع التعيينات كان هنا يعني في علامات كده مش هنخوض فيها، ولكن خلينا نتكلم في المباراه كابتن فاروق في بعض النقاط. نتكلم في الف ب النهارده انا عندي يمكن 4 حالات. الحاله الاولى في اللعبه اللي هي عبد الله السعيد، وديت اللي انا مستغرب لها. عبد الله سعيد في كره مشتركه مع حارس المرمى، ولما يرتكب اي مخالفه اطلاقا مع حارس المرمى، كره لحارس المرمى خدها وعبد الله نزل برجليه على الفاضي، ما كانش في اي مخالفه تم ارتكابها من عبد الله السعيد، وبعدين فوجئت ان الحارس خرج الكره في نص الملعب والحكم اشار باستمرار اللعب. بعد الحارس وقع على الارض او سقط على الارض، وبعد ما الحكم اشار باستمرار اللعب رجع تاني ليه يحتسب مخالفه على عبد الله السعيد. فين المخالفة؟ ما كانش في مخالفة. أنا بحكي لك بعض الألعاب اللي حصلت في المباراة. دي بالنسبة لعبد الله السعيد. في بداية المباراة يمكن في دقيقة 6 إنذار المفروض لاعب الوداد لعب بتهور واضح، نفس الإنذار اللي إداله عمرو السولية. نفس هو الإنذار، عمرو السولية خد إنذار، اللاعب الوداد ما خدش إنذار. أحمد فتحي الراجل النهاردة أنت بتديله إنذار ليه؟
ده اللاعب الثاني بتاع الوداد عامل مرتكب مخالفه بتهور، والتهور موجود وانت قريب جدا جدا. وبعدين هو احمد فتحي النهارده حس ان كده مش هتدي انذار اللاعب، فبيروح بيقول لك مثلا اللاعب يستحق انذار، روح تمد انذار لاحمد فتحي، وبعدين عشان خاطر يعني تبقى الامور ماشيه روح تمد انذار للاعب الثاني. تعال هقول لك حاجه مهمه جدا يا كابتن فاروق، في دقيقه 6 او دقيقه 5 تقريبا في لعبه، لو معاك اللعبه هنا هنشوفها، في ركله جزاء لم تحتسب لوليد ازارو. اللعبه اتعملت الاوفر داخل منطقه الجزاء، وليد طلع لاعب مدافع الوداد لم يلعب الكره ولم يروح للكره خالص، كل اللي عمله دخل بتهور باهمال مع لاعب وليد ازارو، وحصلت في دفع موجود ودي مخالفه داخل منطقه الجزاء المفروض كانت تحتسب ركله جزاء. طبعا بقول دي في الدقيقه 5. لو انا كان النهارده الحكم ده، لو هذه المخالفه خارج منطقه الجزاء هو حسبها اكتر من مره خارج منطقه الجزاء، لما جت هي داخل منطقه الجزاء في الدقيقه 5 لم يحسبها الحكم في المباراه. يبقى انا بقول في ركله جزاء لم تحتسب لوليد ازارو صحيحه، ولو معانا الحاله هنشوفها ونحللها بشكل فني دون المجامله ولا احنا معامين ضميرنا يا كابتن محمد. تمام. تعالى للشيء المهم جدا بقى. انا النهارده وده في القانون، ده في القانون بنيجي نقول حاجه اسمها احتساب الوقت اللي هو اللي ضاع. هنا في القانون عندنا في الماده الخاصه بالوقت عندنا بنقول لحكامنا نمره 1، عندك في حاجه اسمها تبديلات. التبديلات ديت على حسب ما انت بديت ليها وقت، في 5 تبديلات، في 6 تبديلات، عامل لنا تقريبا من 20 ثانيه ل 30 ثانيه التبديل. لما اجي احسب النهارده 5 تبديلات في الشوط الثاني كابتن فاروق او 6، وهي ديت اللي انا بتكلم فيها بقى، دي نقطه مهمه جدا. على الاقل انا عندي 3 دقائق او دقيقتين ونص وقت بالنسبه للتبديلات. تعال نروح لحاجه مهمه جدا، لحظه التواريخ توقف والتوقف اللي حصل نتيجه الدخان، ودي مشكله يعني. يعني انا بقول ده مشكله للاعب النهارده ولا شايف وبيتخنق وكل الكلام ده. تم توقيف المباراه تقريبا دقيقتين دقيقتين وربع في الدخان، يعني عندي دقيقتين وربع وعندي دقيقتين ونص، دخلنا تقريبا في 4 ونص. القانون الكابتن بيقول ده القانون ان هو يقف لازم لابد 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 كده. تعالوا حاجه مهمه جدا، الاصابات. الاصابات النهارده لما عندي 3 اصابات، لو انا حسبت كل اصابه بتاخد دقيقه، دقيقه واحده بس، يبقى انا دخلت النهارده مفيش اقل من 6 دقائق الوقت، ده اقل حاجه اللي ممكن 7 دقائق. لما اجي النهارده انا احسب 3 دقائق وقت بدل ضيع كابتن محمد في المباراه، لا يعني انت قدرت ازاي؟ مفيش اجتهاد في الوقت بدل الضايع، لان هنا القانون بيقول لك ايه، انت عندك تبديلات كام تبديل، بيقول لك هل في كام اصابه. حتى كمان في حاجه مهمه جدا في الاحتفال بالهدف، يعني محمد النهارده انت جبت هدف، احيانا بتخرج كحكم بيقول لك خلي بالك من الوقت اللي انت ممكن تضيف، لان اللاعب ممكن يخرج خارج ميدان اللعب، بيروح للجمهور، بيروح يعطل الكلام ده، بتحسب الوقت حتى في احتفال الهدف. يبقى انا النهارده بتكلم في عنصر الوقت، لا اديني حق يا سيدي، وانا مش اقل من 6 دقائق في المباراه، انا بتكلم بجد 6 دقائق ورسمي والقانون مديهم لك، كان يجب ان هو الحكم يديهم في المباراه. بقول في حاجات مهمه جدا، احتساب المخالفات. هناك معايير واعتبارات لحساب المخالفات. النهارده ما بقاش الموضوع يا كابتن فاروق بالاجتهاد، يعني اقول لك زمان مثلا لما كنا احنا بننزل واحنا ما كانش لسه عندنا التطوير التحكيمي، انت بتحتسب بالفطره او بالموهبه. النهارده عندك اعتبارات بتحتسب عليها الخطا، يعني عندي حاجه اسمها الاهمال، التهور، استخدام القوة الزايدة. يعني ايه الاهمال؟ يعني ايه التهور؟ يعني ايه استخدام القوة الزايدة؟ بشتغل بمفاتيح القرار، مفتاح القرار بالاعتبارات والمعايير. يبقى انا اللي احسبه هنا هو المفروض ان انا احسبه الناحية التانية. لا، هناك كان في مخالفات كتيرة لم تحتسب للنادي الاهلي امبارح. هناك في بطاقات وعقوبات انضباطية كان المفروض للوداد ما خرجتش. هناك عامل الوقت، هناك بعض الامور اللي انك انت ايه؟ زي ما قلت، لما انت بتحس ان اللاعب بيضيع وقت، طب ما تديله انذار. في حاجه اسمها سرعه استئناف في اللعب. انا كحكم النهارده ده نهائي يا كابتن فاروق، ده نهائي مش هزار. لما يبقى عندي انا لاعب بيضيع وقت، وهم ممكن مستمر عندهم حرفيه عاليه جدا جدا اللي هم فرق الشمال الافريقي يا كابتن، وللاسف الشديد انا يمكن بعيب على لعبتنا، الثقافه دي مش موجوده عندنا. اللعيبه بتاعتنا ما عندهمش ازاي انك انت تضيع وقت وتهدي اللعب بدون ما تاخد هم بطاقه. هم ابتدوا يشتغلوا عليها امبارح يا كابتن. مين؟ فريق الوداد. ما هو ده، ما هو مديرية كابتن، دي اسمها ثقافه. ازاي انا استثمر القانون لصالحي بدون ما اخد بطاقه؟ يعني شفنا امبارح التعطيل كان موجود.
والحكم ساعدهم على كده. يعني الحكم المفروض، انا النهارده انا شايف ان ده نهائي افريقي وشايف ان الناس ديت بتعمل اساليب بتضيع وقت، انا المفروض ان انا ابقى عامل ان انا اسرع او استلف اللعبه بسرعه. لما اجي النهارده انا بساعد الناس دي في ان انا ما استأنفش اللعبه كابتن فاروق، يبقى انا كمان بعطل اللعب كحكم. بنقول احنا مشكلتنا عندنا لعبتنا كابتن فاروق امتى، ازاي انك انت تستثمر وده وقت بشكل قانوني بدون ما انا اخد بطاقه. هو ده الكلام، هما الكلام ده عملوه امبارح للاسف الشديد. امبارح احنا يعني وانا بقول كده اللعبه عندنا في مصر بتعترض. يعني طب انت النهارده امبارح بسم الله ما شاء الله ما حدش طبعا اللعيبه الاهلي ما بتعترضش ولا حاجه، هو احمد فتحي ولكن بس اللي ولكن هو شايف طبعا شايف شايف ان دي تستحق البطاقه، لان هو حاسس ان الحكم مش هيدي بطاقه. بص يا كابتن فاروق، زي ما قلت هناك مخالفات كتيره، زي ما قلت لو انا النهارده لاعب بلعب وحسيت بعدم الامان، حسيت ان انا عندي قلق من الحكم، حسيت بخوف من الحكم بعدم الحمايه، خاصه المباراه الخارج الملعب. يعني مش كده في ايه يا كابتن؟ طب هي على ملعبك كميا صعبه يا كابتن، يعني انت من وجهه نظر حضرتك بالنسبه للقاء الامس وانت بتشاهده كده، مباراه تحكيميا صعبه على البكاري بكاري؟ لا 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 لا، بص يا كابتن انا توقعت حاجه، يعني اول ما تعين بكاري في الماتش، خلي بالك هو حكم رقم واحد في الـ في الـ في القاره، خد افضل حكم على مستوى يمكن ثلاث سنين، كل المباريات اللي هم المهمه الاتحاد الافريقي بيديها له. يعني اذا انت عندك من الخبرات يا بكاري جسام، عنده من الخبرات وعنده من الثقه وعنده ان هو يعني يتحمل الضغوط، وعندك اسم كبير. خلي بالك يا فاروق انت عندك اسم كبير، حكم كبير طلع كاس عالم. يعني انا كنت متخيل ان انا يعني بكاري لم يتاثر بالضغوط، وكنت متخيل ان عوامل الارض مش هيبقى ليها دور، لان كده بتلعب باسمك النهارده. عوامل الارض ليه ليها دور في الماتش اللي كان هنا يا كابتن؟ يا فندم؟ عوامل الارض مع الحكم انا قلت حاجه مهمه جدا، ما عندكش ثقافه الضغط. يعني خلينا انا بكلمك ده تحكيم بقى ومحدش يزعل مني. انت كلاعبين ما عندكش ثقافه الضغط على الحكم. ما عندكش ثقافه الضغط من الجمهور. لان هو من البدايه شايف الضغوط، شايف الجماهير، شايف انا ده مش في التحكيم، ولكن انا كنت اعمل ايه؟ انت كحكم رقم واحد في القاره وليك اسم كبير، انت لا تتاثر بالضغوط ومبقاش عندك حسابات. يعني المفروض يبقى انا ما عنديش حسابات لاي حد، لان انا في البدايه وفي الاول وفي الاخر انا بلعب لاسم محمد فاروق، لاسم ناصر عباس، لاسم بكاري، مش علاقه بالوداد ولا النادي الاهلي، انا بلعب باسم انا كاسم حكم. يبقى انا النهارده انا ده اللي كنت انا متوقعه امبارح، لانك انت لو انت عملت حسابات النهارده وانت بالاسم الكبير ده اكيد اسهمك بتنزل كحكم. فانا بقول المباراه امبارح زي ما قلت تاني بقول ان مش موضوع احتساب اخطاء او مخالفات. خلي بالك الحكام بتخطا يا كابتن فاروق وده وارد، ولكن زي ما قلت لك الشعور اللاعب، يمكن انت جربت احيانا انت بتروح الملعب وبتحس تلاقي الحكم كده وهو داخل بتشوف الحكم مين تسال، ممكن الحكم ودخل ده ودخل عليك وهيحكم ده، انت بيبقى عندك انطباع لا النهارده الامور مش الحكم النهارده مش يعني ايه، بتبقى انت عندك الحته دي بتاثر فيك ولا لا؟ صحيح السؤال لا الحكم ده النهارده لا يا جماعه ما حدش يتكلم خالص، الحكم احنا يعني نركز وما نخرجش خارج تركيزنا وفكرنا، والراجل دوت حكم فير وهناخد حقنا. ساعات بتشتغل بالحكم ليه؟ لانك انت زي ما قلت في الملعب ما انتش متوفر لك الحمايه، في الملعب بتحس انك انت المخالفه هنا مش زي المخالفه هنا، في الملعب بتحس انك انت بتاخد انذار اللاعب ده، دي كلها بتاثر على نفسيه اللاعب، بتقلل من قدرته على التركيز، كمان بتاثر على الجهاز الفني. يعني خلي بالك بتاثر على الجهاز الفني. امبارح حسام البدري امبارح هو ولي ولين، هل يركز مع اللعيبه ولا يركز مع الاخطاء التحكيميه؟ حسام بدري قبل اللقاء كابتن ناصر وفي المؤتمر الصحفي وبيطلب العداله، وناصر محمود طاهر برضو في كلامه بالزبط. العداله التحكيميه كانت بالزبط. يمكن الاحساس كان موجود عندهم يا كابتن بالظبط كده. بص يا كابتن كمان نتكلم مش على الحكم بقى، يعني انت عندك الحكام المساعدين للاسف الشديد احنا بنقول الحكام في اخطاء امبارح للمساعدين عندك الاوفسايد بتاع جايه يا كابتن بالظبط. يعني انت النهارده كحكم فين التمركز الصحيح بتاعك؟ في ناس في لا ما يعني بدون قطع كلام حضرتك في استوديو امبارح بيتكلموا استوديو القناه اللي كانت بتذيع المباراه ان لا ما دام ما استفادش منها الاهلي واحرز منها هدف. طب ما انا سمعت الصفاره الصفاره وهي جايه لي ان انا اوفسايد، طب انا هتعامل معاها ازاي؟ خلاص الكوره خلاص اوفسايد بالظبط. اهتمامي بيها مش زي ما هيكون ان اثناء لا لا طبعا هو كان الصفاره بتاعته كله يعني هو قال لك ما دام ما جبتهاش جون طب ما هو لا 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 بص يا كابتن لسه يا كابتن الناس دي الناس متوجهه. وانا حزين جدا عن البرنامج امبارح، شفت امبارح طبعا التحليل طبعا للاسف الشديد مش عاوز اخد في ناس بتقول كلام مش موجود في المباراه
في ناس ما بتحبناش، بنتكلم بامانه، في ناس بتكرهنا، في ناس بتكره مصر، بتكره النادي الاهلي، النادي الاهلي والنادي الزمالك هم دول اسياد الكره في كره القدم، انا مش بجامل، ولكن الناس ما بتحبش كده. لا انا عاوزك لما بتحلل تحلل بمنطقي. انا بتقول لي عنصر التحكيم، لا عنصر التحكيم مهم جدا في الماتش. لا والنهارده عنصر التحكيم هو اساس المباراه، هو نجاح المباراه. لو انا النهارده كتحكيم مش ناجح المباراه كلها ما بتبقاش ناجحه طبعا. لا هناك في امور وانا بقول اهوت، في امور ممكن ربما مش واضحه، لم يشعر بها الجمهور، ولكن يشعر بها اللاعب داخل الميدان، يشعر بها المدرب خارج الميدان، نشعر بها احنا كفنيين واحنا بنحلل المباريات. زي ما قلت، عندما تشعر كلاعب بالقلق بعدم الحمايه، عندما تشعر ان الاخطاء اللي انت بترتكبها بتحاسب عليها والاخطاء الثانيه ما حدش بتحاسب عليها، لما انا بحس لما باخد بطاقه صفراء وهي هو المخالفه واللاعب ما بياخدهاش، لا وحصل اكتر من امبارح اكتر من مخالفه يا كابتن فاروق، المفروض كان يتم معاقبتها بالبطاقه الصفراء، لم يحصل الكلام دوت. توقفات اللعب كتير كتير كتير، وانا النهارده الحكم شايفه ان هو عادي، يعني المفروض انت كحكم النهارده حاسس بموقف فريق بيلعب نهائي، لا المفروض سرعه السنه في اللعب، تدي اهتمام للمباراه، ولكن كونك انك انت النهارده كحكم لا تعطي اهتمام لهذه الامور، هذه الامور مهمه جدا جدا. عامل الوقت المساعدين بتوعه كابتن برضه، ما هم يعني بيكملوا بعض الصراحه هم امبارح. المفروض نشوف يا كابتن، انت النهارده بتختار افضل طاقم تحكيم لازم المباراه. يعني بكلم النهارده مساعد، انا ما ينفعش ابقى انا مساعد بلعب نهائي افريقي يبقى عندي لعبه او لعبتين. لا يبقى انا نهائي يا كابتن، ده نهائي يعني طبعا. اي قرار النهارده كان فرق في النهائي، مش هقول ان الاهلي بس، هقول الوداد وصل وتعب وصرف، ولان الاهلي وصل وتعب وصرف، يبقى النهارده اي قرار تحكيمي مش مظبوط النهارده بيأثر على اي فريق في المباراه، صدق نهائي افريقي. فانت لما تيجي تتم اختيار الحكام كمان المساعدين، لابد انك انت بتتم اختيار الحكام المساعدين الافضل عندك في القاره، من ناحيه التركيز، من ناحيه التحرك، من ناحيه الاهتمام. ولكن هناك في اخطاء عند المساعدين امبارح، كان في امبارح اخطاء ناحيه المساعد رقم واحد والمساعد رقم اثنين. مش عاوزين نقول ان نحمل التحكيم كله، ولكن هناك في اخطاء، هناك في عدم حمايه، واقول عدم حمايه اللاعبين، هناك عامل الوقت اللي هو لم يحتسب، هناك ضغوط على الحكم لم يعني يتحملها. وفي فرق النهارده محمد فريق النهارده بيلعب كحكم واخد على ان هو يتحمل هذه الضغوط، هو عارف وعنده قراءه مستباقيه للمباراه، وعارف ان هو اتحط تحت ضغط، وبيكلم نفسه بيقول لا الضغط ده كله انا مش هيأثر فيا، وبالتالي هتلاقي القرارات ماشيه بحياديه. ولكن كنا نتاثر بالارض وبالجمهور، ده اللي احنا مش عاوزين يبقى مطلوب. كابتن يعني برضه هو سؤال بقى واضح، عشان برضه ايه واحنا بنتكلم كده نفهم الناس، هل قرارات الحكم اثرت بشكل ما على نتيجه اللقاء؟ كابتن فاروق عشان بس انا قلت حاجه مهمه جدا في الجزئيه دي، انت كابتن فاروق النهارده بقول حاجه مهمه، ده بيبقى في حاجه اخطر. يعني يبقى 11 لاعب في الملعب النهارده، 11 لاعب في الملعب النادي الاهلي النهارده، انك انت تحس ال 11 لعيب يحس انك انت الحكم النهارده مش حامينا. هسألك سؤال كده، النهارده لما تديني انذار في دقيقه 5 او 6 انا كلاعب بتحجمني خلاص، اقدر انا اخش اواجه او اقابل حتى انا عبد العظيم مظروف في الدقيقه 86 بتديله وهو بنفس الطريقه؟ لا سؤال دي من الحاجات الصغيره. اقدر انا اروح اقابل بشكل جدي ولا هقابل وانا خايف؟ وانا متخوف طبعا. يبقى انا النهارده بلعب وانا خايف. ليه؟ لان اي مخالفه انا متعرض للانذار الثاني وبره. فبالتالي ده عنصر مهم جدا. يعني زي ما قلت لك انا في البدايه، قلت لك ايه؟ قلت لك عندما يشعر اللاعب الخوف والقلق من حكم المباراه مش هيأدي، هتقلل من قدرته، هتقلل من تركيزه، يعني هتقلل من تركيزه، هتقلل النهارده اروح اقابل، اروح اواجه، اروح بروح على اللاعب ببقى انا خايف من ان انا ارتكب اي مخالفه. وده زي ما قلت لك ده احساس بيشعر بيه اللاعب. للاسف الشديد البعض ما بيشعرش بهذا الكلام، ولكن احنا كفنيين بنتكلم كده فاروق، وانت كلاعب بتحس الكلام دوت. زي ما قلت بتحس ان الحكم خلاص، لا الحكم فير النهارده، الحكم عادل، هيديني حقي كله بدون اي حسابات، خلي بالك بدون اي حسابات. عشان كده بتقول لي اثر، لا طبعا احنا بنقول اثر. لما انا النهارده نفسيا اتاثر بيك من اول 5 6 دقائق بان في حاجات انا شايف ان هي مش رايحه لي والفريق الثاني بياخدها، هيأثر طبعا. ولا انا بتكلم غلط؟ كلامك هو النهارده الجهاز الفني النهارده كابتن النهارده بتاع النادي الاهلي النهارده، ما هو حاسس ان في، ما هو بيتفرج وعارف المخالفه هنا ما تحسبش وهنا بتتحسب، الانذار هنا ما بتحسبش وهنا بيتحسب، حاجات كتيره جدا جدا خلي بالك في المباراه ربما تكون صغيره. ولكن في مجملها كانت فروق، لا بتاثر على نتيجه المباراه. طيب الشكوى اللي قدمها النادي الاهلي الخاصه طبعا للاتحاد الافريقي الخاصه بالحكم بكاري جسامه،
تشوف مضمونها او اجراءاتها. طبعا خلاص احنا المباراه انتهت، نادي الاهلي للاسف خسر هذه البطوله، لكن انت بتاخد اجراءاتك القانونيه ضد حكم ظلمك في هذه بالزبط. البطوله كابتن بالظبط. هو شوف عاده كنت بقول احنا طبعا بنقول كان نتكلم كده، هو الاتحاد الافريقي طبعا بيحقق في الشكوى، بيشوف ايه هو الاخطاء اللي تمت في المباراه، عليه بيتم معاقبه او محاسبه الحكم على حسب جسامه الخطا اللي موجود. زي ما قلت لك في يعني بردك انت مش عاوز تفهمني يا فاروق، في اخطاء مش يعني مش واضحه قوي، يعني مثلا لم يحتسب ركله جزاء، ما احنا عندنا هنا ايه مشكله ايه؟ الحكم لم يخطئ بنقول ايه؟ ما حسبش ركله جزاء، ما طردش. لا يا جماعه في حاجات اكتر من كده بكتير. لا الموضوع مش موضوع ما حسبش ركله جزاء، هو اتعامل بها بفنيه. لا يا كابتن في حاجات كتيره جدا يعني انت كابتن فاهمني يا كابتن، ما انا بقول ايه؟ انا اتعامل بالموضوع ان انا ايه هو انا النهارده كانت فاروق النهارده يعني. وانا النهارده فاروق كانت فاروق، والنهارده مثلا انا اكتر من لاعب مصاب وانا قاعد بتفرج كان يعني حاجه وبعدين ايه كل شويه بعمل وقت كده وقت وقت من انا النهارده على الاقل ليا 7 دقائق او 6 دقائق تدي 3 دقائق. لا دي بقى فيها دي ما فيش فيها هزار. لا خلينا نتكلم بجد بقى. لا دي بقى القانون اكد عليها وقال لك انك انت بتضيف الوقت نتيجه تبديلات اصابات لاعبين نتيجه التوقفات نتيجه الاحتفال بالهدف، كل ده بتحسبه في الاخر بتدي وبتقيم الوقت. ما بيبقاش بالظبط ولكن ما بيبقاش مثلا من 6 لـ3 او من 7 لـ3. لا انت 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 انا ما اعرفش لحد دلوقتي، انا بسال نفسي قدرت الوقت بدل ده على اي اساس؟ انا كحكم اهو يعني يعني بكل المقاييس مش اقل من 6 دقائق يا كابتن فاروق، ده اقل شيء. لما ادي 3 لا يعني في حاجات كتيره، مش الموضوع ان انا ما حسبتش ركله جزاء ولا ما طردتش لاعب، هو كل مفهوم الناس كله عن الحكم الحكم ما حسبش ركله جزاء او طرد. لا في حاجات كتيره يا كابتن زي ما قلت لك، حاجات كتير يمكن ما ياخدش باله منها الا اللاعب في الملعب بيحسها، اللاعب والمدرب بيحسها، واحنا كمقيمين مباراه بنحس، انما الجمهور العادي هو يقول لك الماتش كويس مفيش فيه مشاكل. قبل الاستوديو قلت لك يا كابتن قول لي قول لي التفاصيل، انت قلت لي في حاجات يا كابتن. لا حاجات كتير يا كابتن، انا بحلل المباراه امبارح يا كابتن. كل الناس اللي داخل الملعب هم اللي ممكن. هقول لك على حاجه ثانيه، هقول لك على حاجه ثانيه. اتفضل يا كابتن. وهسالك انت كلاعب. في حاجه اسمها الحكم عندنا في القانون مبدا تطبيق تحت فرصه، يعني ايه؟ محمد فاروق رايح بهجمه وبعدين اللاعب المدافع مثلا ارتكب معاه مخالفه. كويس؟ فمحمد فاروق بيسقط، المفروض الحكم هنا بيعمل ايه؟ ركز معايا شويه عشان دي مهمه جدا. بيصفر مخالفه لمين؟ لفاروق. طب انا شفت مثلا ان زميل فاروق جاي من تحت وهياخد الكره ويروح. فبعمل حاجه اسمها ايه؟ بتاعت الفرصه. برافو عليك. بتاعت الفرصه دي عندنا في القانون، يعني انت شايف ان في مخالفه مع فاروق ومع ذلك في زميله رايح، فانت اتحت الفرصه بتشاور بايدك ايه؟ بتتيح الفرصه. طالما انت كحكم اتحت بايدك الفرصه معنى كده انك انت ايه؟ ما ينفعش ترجع تاني تدي المخالفه للاعب. ما ينفعش ارجع اصفر تاني، يعني ايه؟ هو امبارح عمل لعبه غريبه جدا. للوداد. انت اديت فرصه للاعب الوداد خلاص، واللاعب كانت فرق مشي مره واثنين وثلاثه وخلاص وعدت بقى ان في تايم معين بترجع فيه. ده بتاعت الحارس المرمى الوداد صح؟ اعتقد انت في انا عاوز اقصد ايه؟ في تايم يعني في يعني بقول لك من مش عاوز اقول من كام ثانيه لكام ثانيه، ولكن اللاعب ما ياخدش تحت فرصه ويلعبها ويروح ومره واثنين وثلاثه وبعدين ما يستثمرهاش. انا مش ذنبي ان اللاعب ما يستثمرهاش بشكل كويس. ارجع كمان اديله المخالفه. يعني بعد ما اللعبه اتلعبت مره واثنين وثلاثه ترجع تاني تديله المخالفه. لا دي حاجه غريبه انا شفتها امبارح بصراحه. اتاحه الفرصه طالما انا اتحت الفرصه واديت اتاحه الفرصه ما ينفعش ادي من سن اللاعب. ما ينفعش اديله اتاحه فرصه وارجع كمان اديله المخالفه. امبارح هو عملها طبعا في تقريبا في الدقيقه يعني الشوط الثاني عملها الاولين عملها في قرارين صعبين انا مش فاهمهم لحد دلوقتي. انما بنقول ايه؟ لو انت النهارده فاروق اتعامل مع مخالفه وما حدش من زمايله راح او فاروق ما قامش وخدها تحسب له الفاول. تحسب له الفاول. تحسب له في نفس اللحظه. في حاجات صغيره زي ما قلت لك يا فاروق احنا مش بنقول حاجه ولكن احنا بنقول تعب فرقه وشقى فرقه. لا تعب النادي الاهلي وشقى النادي الاهلي. مشوار كبير مشوار كبير وهو كان اقرب. ان الاهلي اقوى يعني خلينا نتكلم مش مجامله. ككوره ان الاهلي اقوى كبدنيا فنيا ذهنيا كل شيء كل متكاتف كل الناس حابه ولكن النهارده زي ما قلت يعني نتمنى يعني طيب. سؤال اخير يا كابتن قبل ما اختم حضرتك، هل في ضربه جزاء لفريق النادي الاهلي امس؟ عشان برضو ناكد على هذه الجزئيه. انا في الدقيقه 5 يا فندم في ركله جزاء صحيحه لوليد ازارو وعلى مسؤوليتي وبقول في
ركله جزاء في الدفع باهمال من لاعب الوداد داخل منطقه 6 ياردة، ودي واضحه جدا جدا. واتحدى ان اي حد يقول لي دي مشاكل جزاء. بقول اهو نجيب اللعبه ونشوفها، اتحدى ان اي حد من المحللين يقول دي مشاكل جزاء. ونجيب الاخطاء اللي هو حسبها الحكم خارج الصندوق شبيهه لهذه اللعبه، حسب كل الاخطاء حسبها. ولكن جه في القرار اللي هو الصعب المؤثر، وزي ما قلت اقول لك حاجه، لما تيجي النهارده تحكم على الحكم تحكم عليه داخل الصندوق يا كابتن فاروق. صحيح يا كابتن، مش خارج الصندوق. صحيح. يبقى كده احنا يعني واضح جدا كابتن من كلام حضرتك ان اكيد النادي الاهلي اتاثر بشكل كبير في نتيجته في هذه المباراه نتيجه الاخطاء التحكيميه اللي كانت موجوده لبكاري جسامة، اللي احنا كنا متوسمين في خير، لكن طبعا هي دي كره القدم وجزء منها الاخطاء التحكيميه، وخلاص المباراه مش تعاد. لكن النادي الاهلي بواجبه او بالوضع الطبيعي ان هو بيقدم زي ما نقول الشكوى اللي احنا قدمناها. تديله كام بقى من 10 في المباراه دي كابتن قبل ما اختم مع حضرتك؟ شوف خلي بالك احنا بنتكلم على الحكم في احتساب مخالفات، في احتساب العقوبات الانضباطيه، في التحرك والتمركز وقراءه اللعب، في السيطره على المباراه والشخصيه، لما ما يديلوش اكتر من 7.5. 7.5 ده ليك بحكم حكم كاس عالم المفروض يعني النهارده. انا المفروض ما قلت لك بقى يعني على الاقل المفروض النهارده يبقى ياخد 9.2 9.3، انما امبارح هناك زي ما قلت وهناك حاجات كتيره طبعا مش عايزين نتكلم فيها، ولكن بنقول النادي الاهلي اقوى، النادي الاهلي كبير جدا جدا مش مجامله، قادر ان هو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كابتن يعوض هذا الكلام. احنا مش دي اول بطوله وبقول للنادي الاهلي انا من خلال برنامج حصد البطوله، لا انتوا فرقه جامده جدا واديتوا امبارح بشكل رائع وبرجوله وكلنا استمتعنا بادائكم، ولكن طبعا ما كانش فيه الحظ والتوفيق. اتمنى ان شاء الله في المباراه اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله كويس. نورتنا وشرفتنا يا كابتن نصر. الله يخليك استمتعت طبعا، في حاجات ممكن ما اكونش واخد بالي منها وجمهورنا ما يكونش واخد باله منها حضرتك، يعني برضو يعني احنا لو كان معانا ماتيريال كنا وضحناها اكتر بشكل كبير، لكن طبعا يعني بشكرك كابتن نصر وجودك معانا، ونتمنى بقى تبقى متواجد معانا الفتره القادمه بامر كابتن نصر. يعني بعد الفصل ان شاء الله هيكون معايا استاذ محمد صيام واستاذ ايهاب الفوري، ايضا كلامنا عن مباراه الوداد والاهلي امبارح اللي انتهت بفوز الوداد 1-0 وحصوله على لقب بطل افريقيا هذا الموسم. ان شاء الله احنا مكملين كنادي اهلي كفريق اهلي، لنا بطولات كثيره بنشترك فيها، بطوله كاس مصر، بطوله الدوري، ثم ان شاء الله هنعاود طبعا المشاركه في بطوله افريقيا من جديد. همنا ان شاء الله الحصول على النجمه التاسعه. فاصل وارجع استقبل ضيوفي.